أهلا بكم. تضاربت الأنباء حول مصير مدينة سرت الليبية، فبينما أعلنت قوات خليفة حفتر سيطرتها على المدينة، أكدت حكومة الوفاق أن الأوضاع داخل سرت تحت السيطرة بالكامل، وأن الاشتباكات التي حدثت عشية اليوم وقعت خارج المدينة. ويأتي الهجوم على سرت بعد يومين من هجوم صاروخي شنته قوات حفتر على مقر الكلية العسكرية في العاصمة طرابلس يوم السبت الماضي، أسفر عن مقتل 30 طالبا وإصابة 33 آخرين. وفي الجزائر، استقبل الرئيس عبد المجيد تبون رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، وبحث معه تطورات الأزمة في ليبيا. وتتزامن زيارة السراج مع زيارة أخرى يجريها وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إلى الجزائر. ينضم إلينا من الجزائر الدكتور عبد الرزاق صقور، الأكاديمي والباحث السياسي. أهلا وسهلا بك دكتور. أبدأ معك بآخر المواقف الصادرة عن الرئاسة الجزائرية التي تعتبر أن طرابلس خطا أحمر وترجو أن لا يتجاوزه أحد. ما الذي يترتب عن هذا الكلام؟ لماذا الآن تصدره الرئاسة الجزائرية؟ وأيضا متى تعتبر الجزائر أنه تم تجاوز الخطوط الحمر في طرابلس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. منذ أن انتخب السيد عبد المجيد تبون رئيسا للدولة الجزائرية، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع، في خطابه الأول تكلم عن لا أحد يستطيع أن يقصي الجزائر من دورها في ليبيا، بمعنى أن عودة الجزائر إلى ليبيا. ثم بعد ذلك اجتمع بمجلس الامن، وهذا ومجلس الامن لا يجتمع الا في الامور الاستثنائيه والخطيره. ضمن ايضا في اجتماع مجلس الوزراء امس فيه في البيان الختامي أن السياسه الخارجيه يجب عليها ان تتاقلم مع الاوضاع الجديده. هذه كلها اشارات مع مغزاها أن الجزائر لا تقبل بسقوط طرابلس، ولا تقبل بكل القوى الخارجية التي الآن هي موجودة في ليبيا. ولما خرج هذا البيان يعني بمعنى يعني أن الجزائر هل هذا يعني أن الجزائر بس الجزائر نفهم طبيعة من الموقف، أو كيف لو سمحت لي لنفهم طبيعة الموقف، أو كيف سيتبلور أو يتغير الموقف الجزائري مع تغير القيادة السياسية والعسكرية في الجزائر؟ هل نفهم أن الجزائر ستتبنى موقف واضح داعم لحكومة الوفاق في طرابلس؟ أكيد أن الجزائر لم تتخلى أبدا عن حكومة الوفاق، كانت دائما تعترف بحكومة الوفاق، ولا أعتقد هناك من ينفي أن حكومة الوفاق هي الحكومة الشرعية والمعترف بها من طرف الأمم المتحدة. لذا اليوم موقف الجزائر يندرج في إطار القانون الدولي، يندرج طيب في إطار توصية الأمم المتحدة، يندرج في إطار الشرعية الدولية، وأيضا يجب أن نعرف يعني لطالما الجزائر يعني تدعو إلى الحياد وإلى الحوار في ليبيا، اليوم هل يمكن أن تتحرك في الشأن الليبي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، خاصة على ضوء زيارة وزير الخارجية التركي إلى الجزائر؟ لا أعتقد أن الجزائر تتدخل مباشرة، لأنه نظن بأن القوات الحكومة الليبية موجودة، ونظن التدخل التركي الآن غير المعطى داخل ليبيا، لأنه الإشكال اللي كان موجود أنه فيه دعم خارجي قوي إلى حفتر، ولا أحد يتكلم عن التدخل الخارجي، وعندما تدخلت تركيا أصبح التدخل الخارجي موجود. ولذا اليوم نظن أنه بإمكان الآن أن ندخل في نقاش وفي حوار وفي مفاوضات حول إخراج كل القوى الخارجية، ولما تخرج كل القوى الخارجية معناها أن الليبيين يمكن لهم أن يتفاوضوا مع بعضهم البعض، بمعنى أنه لا يصبح الحفتر فيليرابل فاريبل، يعني بمعنى أنه ما تصبحش عنده التغطية اللي عنده الخارجية، وأيضا السراج عنده التغطية الشرعية. ولهذا الموقف الجزائري أعتقد لما صرحت بأنها سوف تقوم بمبادرات، المبادرات ستكون في هذا الاتجاه. شكرا جزيلا لك من الجزائر الدكتور عبد الرزاق صقور، الأكاديمي والباحث السياسي.